السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقة جديدة. سنتكلم اليوم عن كل ما يخص الهجرة. إلى الأندورة. كي كتعرفوا الأندورة هو واحد البلد يوجد في شمال إسبانيا وفي جنوب فرنسا، كتواجد ما بين شمال إسبانيا وجنوب فرنسا. هاد الأندورة داروا تعديل حكومي في قانون الهجرة، حيث أنه لقد قاموا بإجراءات تبسيطية من حيث الهجرة لأي واحد اللي بغي يهاجر في أحسن ظروف، حيث أنه قاموا بتعديل جذري في الهجرة، ولاو بزاف ديال لي بروغرام دي ميغراسيون، قوانين الهجرة بالنسبة للناس اللي باغيين يتابعوا الدراسة ديالهم في الأندورة، ولا اللي باغيين ياخذوا فيزا بحث عن عمل في الأندورة، ولا فيزا اللي باغي كي كنقولوا يستثمر في الأندورة. حنا غادي نهضروا على قوانين الهجرة البسيطة والمبسطة لكي نفيد الجميع من أجل الهجرة في أحسن الظروف. كي كتعرفوا قبل ما كنحطوا أي فيديو حتى كنديروا دراسة شاملة في الموضوع، وكنديروا دراسة على البلد الذي سنتكلم عنه، ونسهروا الليالي من أجل دراسة قانون الهجرة البلد اللي غنهضروا عليه، وهذا كيطلب منا مجهود واجتهاد كبير باش نجيبوا لكم خلاصة الموضوع ونجيبوا لكم أبسط طرق للهجرة. وحجج على ما أقول دائما كنخلي لكم في صندوق الوصف مصدر الخبر الحكومي ديالهم مع مصدر الخبر موثق ومع إشارات الإخبارية الذين يتكلمون على ما أقوله. صافي تنخلي لكم جميع الحجج على ما أقول. حيت كاينين بعض المرات شي وحدين يبلبلون كيقول لك راه تنهضر، انا ماشي تنهضر هكاك، راه تنديروا دراسه في الموضوع، كندرسوا موضوع الهجره للبلد اللي غنهضروا عليه، كنكون تاكدوا مصدر الخبر، وكنسهروا الليالي باش نجيبوا لكم هاد المعلومه المبسطه. فالواحد ماشي يجي ويقول لك هادشي بسهل، هذا ليس بسهل. كي كنقولوا اللي كيقول العصيده بارده يدير يدو فيها، هادشي راه ماشي سهل باش تقرا قانون الهجرة كامل وتبسطو وتلخصو. فوالا اللي كيقول العصيدة باردة يدير يدو فيها، هادشي راه تنديرو عليه مجهود، ومجهود كبير ومجهود جبار باش كنجيبو لكم المعلومة، باش نقادو لكم معلومة بيان كوم إلو فو. فكاينة فرصة للهجرة إلى الأندورة، فيزا السياحة سهلة وسهلة جدا هاد الأيام. علاش؟ لأنهم باغيين يديروا انتعاش اقتصادي في البلد ديالهم. كي كنعرفوا فاش كيكون شي بلد باغي يدير ازدهار سياحي وانتعاش اقتصادي، كيسهل وكيبسط قوانين ولا معايير طلب الفيزا. هما مسهلين معايير طلب الفيزا اكتويلمون في الحال هاد الاونه التي اتكلم عنها. اي واحد يمكن يقدر يقدم طلب ديالو. غادي نفسر الموضوع بكامل، غادي نعطي تفسيرات على الموضوع. اي واحد كي كنقولوا انا كنت قلتها في فيديوهات قبل، على انه كيف كنعرفوا كنديروا الدراسه على جميع البلدان، وكنعرفوا القنصليه اللي كتعطي الفيزا في اسرع وقت وبابسط الامور، انك كيكون عندهم نسبه رفض قليل وقليل بزاف. فاكتويلمون هذه اللحظه هذه الاندورا نسبه رفض شبه منعدمه بالنسبه لطلبات الفيزا، شبه منعدمه، ليس هناك رفض. اي واحد يمكن له يتقدم، يشوفي يكونوا عنده واحد الاجراءات بسيطه وبسيطه جدا، يقدروا يصعبوا من بعد كيف كانوا مسهلين بزاف ديال البلدان وصعبوا من بعد. لان فاش كيكون عندهم واحد لو طو ديال الاقتصاد طايح بزاف، كيبغيو يديروا انتعاش اقتصادي في البلد، وانتعاش اقتصادي كيديروه بتسهيل امور الفيزا من اجل انتعاش اقتصادي. ومع ذلك نسبه الشيخوخه في الاندوره هي كبيره وكبيره جدا، وما عندهم الشباب. صافي دير فاش كتكون واحد البلد اللي ما فيه الشباب بزاف وفيه نسبة الشيخوخة طالعة، كيكونوا مهددين بالانقراض. بالانقراض، كيكونوا مهددين بالانقراض، ولا غتولي دولة مهجورة مع الوقت. علاش؟ لأن نسبة الشيخوخة طالعة ونسبة الشباب طايحة بزاف بزاف. فلهذا السبب هما فتحوا باب الهجرة سيرتو للشباب اللي باغيين يقراو تما فابور غراتويتمون. بالعكس هما كيعطيو منح دراسية، هما كيمولوا السنة الدراسية الشباب اللي باغيين يقراو تما مع منح وتسهيل امور الفيزا. غادي نخلي لكم اللينكات ديال الجامعة اللي بغى يمشي يتسجل، اللي بغى يتسجل في الجامعات اللي كيعطيو المنح باش يكمل الدراسة ديالو في الأندورة. غادي نخلي لكم الامور باش ديروا فيزا بحث عن عمل.
غادي نخلي لكم جميع المتطلبات اللازمه. فهذه هي الفرصه اللي بغى يهاجر. انا تنقولها وتنعاودها، الاندورا مسهلين الفيزا بزاف بارابور جميع البلدان الاوروبيه الاخرى، مسهلين الفيزا بزاف. تيقول لك نهار الضبابة دي ولادك الغابه، فهذا هو المثال، هذه هي الفرصه. تيقول لك نهار تكون الضبابة دي ولادك الغابه، فهذا هو المثال الاجدى اللي كنقولوا للجميع على انه هذه الفرصه بالنسبه للناس اللي باغيين يهاجروا. فندخلوا في الموضوع. اول حاجه، الحد الادنى للاجور في الاندورا هو 3400 اورو تقريبا 34000 درهم مغربيه. هذا هو الحد الادنى للاجور واللي كيتخلصوا به الموظفين تما، الحد الادنى للاجور. كي كتعرفوا الاندورا هي بلد اللي هو ماشي بلد اللي هو كبير بزاف، لا بوبولاسيون ديالهم ما كتعداش 77000 واحد، 77000 نسمه. صافي ديال الزنقه في الدار البيضاء كتقدر تكون فيها 77000. اندورا كامله ما فايتيش 77000 نسمه، ليكيفال المعادله ديالها هي زنقه في الدار البيضاء ولا شارع في الدار البيضاء هي ليكيفالون ديال اندورا. لخدينا سبيل المثال، انا ماشي تنتفلى، لخدينا سبيل المثال غير مقاطعه في الدار البيضاء والنسمه اللي في ذاك المقاطعه ولا في ذاك الحي، حي واحد في الدار البيضاء غتلقى 77000. فالاندورا يلاه عندهم 77000 وعندهم نسبه الشيخوخه طالعه وطالعه بزاف، فلهذا هما باغيين كي كنقولوا يشجعوا الشباب على الهجره من اجل الثروه الشبابيه، ومن اجل ان حتى الشباب كيتعتبروا ثروه كي كنقولوا سي ان كابيتال. الشباب سي ان كابيتال، ثروه من حيث ثروه بشريه، ثروه بشريه فوالا بالنسبه للشباب. فغادي نهضروا الان على بزاف ديال الامور ديال الكيفيه للهجره. اول حاجه كي كنقولوا بالنسبه لي كاتيجوري ولا برامج الهجره، كاين فيزا اي 1 اللي بغى يدير طلب الفيزا اي 1، وكاين بالنسبه للاي 1 هي على انه فيزا انك تمشي دير بحث عن عمل، ولا يكون عندك ديجا واحد كي كنقولوا واحد لوفر دومبلو ولا عرض عمل من الاندورا. غتقول لي كيفاش غادي نجيب هذا العرض عمل من الاندورا؟ ماشي عقد عمل، غير عرض عمل، صاحب مشروع ولا امبلويور يعرض عليك واحد العمل، فهذا مقبول باش تمشي فيزا بحث على عمل تما. كي غادي دير لهذا العرض عمل، غادي نخلي لكم لي لينك والروابط اللازمه، الروابط اللي كيكونوا في صندوق الوصف، غنخليهم لكم في صندوق الوصف وفي لو بخومييي كومونتير، تعليق رقم واحد. غتكليكي على ليغ بلوس، اقرا المزيد في الكومونتير لو بخومييي كومونتير، ولا في صندوق الوصف غتكليكي على لو تيت كيخرج لك الروابط اللازمه. فالفيزا سميتها اي 1 بالنسبه خص يكون عندك واحد العرض عمل. قلنا ملي غتجيب هذا العرض عمل غادي نخلي لكم جميع المواقع البحث عن عمل في الاندورا. يسوفي انك تدفع السي في ديالك، السيره الذاتيه ديالك، ولا ليتر دو موتيفاسيون. لا ليتر دو موتيفاسيون وهي خطاب تحفيزي اللي كيتسمى دو كافر ليتر، خطاب تحفيزي كتقول فيه على انك انت كتعشق هذه الدوله هذه، ومنذ الصغر وانت تود الهجره الى هذه الدوله، وان تشتغل في هذه الدوله، وعلى انك بصحه جيده، و و و و و ان دير واحد الرساله تحفيزيه على انك باغي تمشي لذاك الدوله، و اون ميم طون تكون عندك واحد السيره ذاتيه منظمه، وتبعتها في لي سيت ولا مواقع البحث عن عمل في الاندورا. غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف لكي تراسلوا المشغلين هناك، راه عندهم نقص حاد في يد العامله. سوف يتم قبول طلبك لكان السي في ديالك مقاد، السيره الذاتيه ديالك مقاده، وامورك مقاده. دفع السي في ديالك، راسل مشغلين في الاندورا، غادي دوز مقابلات عبر زوم ولا عبر واتساب، وان تم قبولك غيبعث لك عرض عمل. بهذاك العرض عمل، بهذاك العرض عمل غادي تطلب منه يدير لك لا بريزون شارج. لا بريزون شارج على انه يوفر لك السكن والماكل والمشرب هناك، وغادي دير طلب القنصليه وسوف يوافقون على طلبك من اجل فيزا البحث عن عمل. هذا من جانب. من جانب اخر كاينه فيزا ديال اتش 1 على ما اظن، اتش 1 كدير واحد طلب الفيزا بحث عن عمل، ولكن كيخص كي كنقولوا يكونوا عندك بزاف ديال العروض ديال العمل، اولا واحد القطاع اللي عندهم نقص حاد فيه تما في الاندورا،
كي كنقولوا كتجيب واحد كي كنقولوا واحد السيره الذاتيه كتصاوبها ادابتي لذاك القطاع اللي عندهم نقص حاد في يد العامله عندهم. هذا من جانب. من جانب اخر حتى بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو يتبعوا الدراسه ديالهم في الاندوره ويحصلوا على منح جامعيه، على انك تحصل على منحه جامعيه في الاندوره ويتكلفوا بمصاريف السكن والمعيشه هناك والدراسه هناك، غادي نخلي لكم اللينكات ديال الجامعات تما والكليات، اللي بغى يتسجل يدخل يتسجل غير باغ انترنيت. ان تم قبولك او تم قبول ملفك غادي دير طلب فيزا دراسه الاندوره في السفاره الاندوريه. غادي نخلي لكم جميع اللينكات، وحتى بالنسبه اللي بغى يمشي تما كي كنقولوا ويدير استثمار راه ما تيطلبوش بزاف، ما تيطلبوش بزاف بالنسبه للاستثمار، غير الا عندك شركه في المغرب يمكن لك دير ان سوكورسال في الاندوره. سي فاسيل، ساهل بزاف على انك ديكلاري واحد سوكورسال في الاندوره. شنو هي سوكورسال؟ وهي فرع ديال شركه ديالك تكون ديجا المقر ديالها في المغرب، وتقدر ديكلاري فرع ديال الشركه في الاندوره غير اونلاين. غير اونلاين هادشي راه جاذبي العمل، خصك تاسس الشركه في المغرب ودير طلب على انك بغيتي تحل الفرع في الاندوره، وتحل الفرع في الاندوره غير اونلاين. وبهذاك الفرع اللي غادي تحل اونلاين كيمكن لك تطلب فيزا مستثمر وتمشي لتما وتحل المشروع ديالك. هادشي جاري به العمل. هذا من جانب بالنسبه للاندوره. غنخلي لكم اللينكات وجميع المواقع لكي تستفسرون عن ذلك. هذا موضوع، سنتكلم عن موضوع اخر بالنسبه للمكتب عندنا من اجل استشاره او ايداع الملف. اول حاجه غنهضروا على هي اوقات العمل. اوقات العمل عندنا في المكتب من 10 ديال الصباح ل 5 ونص ديال العشيه. اكرر، اوقات العمل عندنا في المكتب من 10 ديال الصباح ل 5 ونص ديال العشيه، من الاثنين حتى السبت. من الاثنين حتى السبت من 10 ديال الصباح ل 5 ونص ديال العشيه بدون موعد. يمكن لك تجي عندنا بدون موعد. حنا ما كدايرينش عليكم بروتوكول ديال الموعد وتسنى ونديروا الدراسه للملف. اي واحد بغى استشاره ولا ايداع الملف يجي بدون موعد. راه كيجيو ناس من مدن بعيده، من طنجة، من مراكش، من العيون، من الداخلة، من وجدة، من فاس، من مكناس، من بني ملال، من خريبكة، من جميع المدن المغربية كيجيو من أجل استشارة أو إيداع الملف. أي واحد بغى يقضي غرضو، عندك نهار ديال السفر تجي تقضي فيه غرضك معنا وترجع في حالك. إلا لكان الواحد غير مهتم راه ما غايجيش، اللي هو مهتم راه كيجي، الناس راه كيجيو عندنا حتى للدار البيضاء. بالنسبة للعنوان، أنا غنذكر العنوان شفويا ديال المكتب وغنخليه لكم حتى في صندوق الوصف وفي لو برومي كومونتير. العنوان الدار البيضاء المعارف، شارع ابراهيم مروداني. شارع ابراهيم مروداني من جهه المعارف، ماشي من جهه يعقوب المنصور. شارع ابراهيم مروداني جهه المعارف. اقامه الشفاء طابق رقم واحد، المكتب رقم جوج. حدانا واحد ليكول ام سي ديال لي زانجينيور، وحدانا واحد البارك دو جو ديال الدراري الصغار سميتو دريم وورد. وفي الجانب ديال العماره حدانا اجونس بي ام سي في الجانب ديالنا. لكن تي جاي من جهه توين سنتر، الناس اللي كيجيو من المدن بعيده يمكن لك تنزل غير حدا توين سنتر. توين سنتر راه معروف، ما بين توين سنتر اللي عندنا غادي جوج دقائق على رجليك ميم با. اون فوا توصل التوين غادي تزيد شويه لشارع ابراهيم مروداني، غتسول على شارع ابراهيم مروداني. لا جاي من معارف غتدخل على شارع ابراهيم مروداني واحد 100 ا 200 متر غادي تلقى اقامه الشفاء بجانبنا. كاينه بي ام سي حنا اقامه الشفاء طابق رقم واحد. هذا مكان. بالنسبة للاستشارات أو لإيداع الملف نشتغلون، حنا كنشتغلوا يقولوا لي بزاف ديال الناس هادشي قلتيه. كاين ناس جدد معنا يلاه تأبوناو في لاشين، خصهم تا هما يكون عندهم دراية بالموضوع. نقوم ب بالنسبة للناس اللي باغيين يدفعوا طلب الهجرة لكندا، كنخدموا لهم على لي دوسي ديالهم، كسوا لي ترافايور كاليفي، الناس اللي عندهم لي ديبلوم، كسوا الناس الحرفيين والصناعيين بدون ديبلوم، غير حرفيين صناعيين اللي عندهم شهاده من عند الغرفه الصناعيه على انه حرفي ولا صناعي، او لا عنده ورقه تثبت على انه حرفي ولا صناعي. وبالنسبه للفلاحيين، وحتى بالنسبه للناس اللي هما ديبلومي اللي عندهم دي ديبلوم سيرتيفي بار ليتا، تنخدموا لهم على طلب الهجره لكندا، اللي باغي يهاجر لكندا. وكنخدموا على بريباراسيون دو دوسي بور دوموند دو فيزا، تهيئ الملف من اجل طلب الفيزا. كيفاش تهيئ الملف من اجل طلب الفيزا؟ كي كتعرفوا كاين قطاعات غير مهيكله، ناس اللي هما خدامين في مصانع
خدامين في معامل، خدامين في دي سونتر دابيل نون ديكلاري، ما عندهمش ورقه تثبت العمل ديالهم، ولا عندهم دي سالير با، عندهم دي سالير طايحين بزاف بحال 3000 درهم 4000 درهم، ما غيعطيوش الفيزا، الدوسي ديالو ما كيتجاوبش مع المعايير المطلوبه من اجل طلب الفيزا. فبالنسبه لهادو اللي كيشدوا دي سالير 3000 4000 5000 ما غاديش يعطيوهم الفيزا. باش تطلب الفيزا خص على الاقل تكون عندك ان سالير دو 8000 درهم بلس 8000 درهم واكثر، اولا الناس اللي ما عندهمش اوراق تثبت عملهم، خدام شي فور ديال الطاكسي ديال الكار ديال خدام شي شركه في النوار ما عندوش اوراق توثق عمله، فهذا خدمتنا حنا نعملوا على نوجدوا لك تهيئ الملف ديالك. بحالاش كنقدروا نصوبوا لك الشركه ديالك، كنقدروا نصوبوا لك بطاقه مقاول ذاتي ونعملوا على الترويج البنكي ديالك، بزاف ديال الطرق، كنقدروا ندخلوك اكسيونير في الشركه، كنشوفوا الميول ديالك باغ اكزومبل، الا كنتي في واحد الميدان كنلاقيوك مع ناس اخرين في نفس الميدان ديالك وتنديروا لكم شركه وكندخلوك اسوسي في ذاك الشركه، كتولي اسوسي في واحد الشركه اللي الموفمون ديالها طالع، الكابيتال ديالها طالع. فاش كتولي اسوسي بيان سور في واحد الشركه كنوجدوا لك واحد لاتيستاسيون دو ترافاي، شهاده العمل على ذاك الشركه اللي انت فيها اسوسي، وكنطلعوا لك لو سالير لواحد 10000 ولا 12000 درهم، كيولي يدوز لك السالير من الكونت سوسيتي للكونت بيرسونيل شاك فان دو موا بوندون 6 موا مده 6 شهور، كنديروا لك كنقيدوك في الضمان الاجتماعي، وكي قلنا كيدوز لك السالير شاك فان دو موا دو كونت سوسيتي للكونت بيرسونيل باش كيبان في لو غولفي ديالك على انه الشركه دوزت لك ان سالير دو 10000 ولا 12000 درهم مده، هذه العمليه كنقوموا بها مده 6 اشهر. من بعد كتجيب لنا لي غولفي ديال 6 شهور على انه السالير داز، كنديروا لك لاتيستاسيون دو ترافاي بولتان دو باي، وكنخدموا على البرنامج السياحي، ماذا ستعمل في ذلك البلد؟ نقوم بتهيئ البرنامج السياحي، ناخذ مثلا غتمشي لاسبانيا، كنقطعوا لك واحد التيكي ديال التيران ديال الماتش ديال الباسا ولا ديال الريال، على اساس غتمشي تتفرج ماتش ديال كرة القدم، كنقطعوا لك لواحد المهرجان ديال السينما غيكون تما ولا ديال الموسيقى، كنقطعوا لك الفندق، كنديروا لك حجز الفندق، كنديروا لك حجز الطائره، الحجوزات اللازمه، وكنديروا لو بلون توريستيك، البرنامج السياحي، كنقادوه ساعه بساعه شنو غادي دير تما. كل ما كانوا الفلوس قلال كل ما كنصغروا المده ديال البرنامج السياحي، كنقدروا نطلبوا فيزا يومين اولا ثلاث ايام، الا كانوا الفلوس قلال في الكونت، وكنديروا البرنامج السياحي معاه الدوسي بيرسونيل ديالك اللي فيه العقد العمل، اللي فيه الموفمون بونكير، اللي فيه الترويج البنكي، اللي فيه كل شيء باش كنطلبوا الفيزا. بيان سور الترويج البنكي لحل الحساب الشخصي ديالك كيقوم لك به الكونطابل اللي معانا، كيقوم بالترويج البنكي الترويج الحساب البنكي ديالك الشخصي ديالك، وتنقوموا بالترويج البنكي الحساب البنكي ديال الشركه اللي انت فيها اسوسي. فاش كنوجدوا لك الدوسي تندفعوا للقنصليه من اجل طلب الفيزا، نسبه القبول عندنا 95% فما فوق، هاد 95% حتى واحد فيهم ما كان غياخذ الفيزا. علاش؟ لان كانوا قطاع غير مهيكل، ولاو قطاع مهيكل وهيكلناهم وخذوا الفيزا 95%. هادوك اللي تفض لهم الفيزا ما عندهمش الزهر، طاحوا في شي كونسول ما فاطاش مزيان، ولا كونسول ضارب مع ماتو بالليل نسات ما دارتش ليه الملحه في الطياب، ضربه بكسرونه للراس فاق مع الصباح، قال حتى واحد ما ياخذ شي فيزا. اه وي سا بو اريفي، الكونسول ما راشقاش ليه داك النهار ما عطى الفيزا لتا واحد، فداك 5% كيترفضوا و95% اللي كيدوزوا عندنا في المكتب كياخذوا الفيزا. هذاك اللي تفضت ليه الفيزا ما تنقولوش ليه الله يعاوننا ويعاونك انا اللي عليا درتو، لا، هذاك اللي تفضت ليه الفيزا كنطلع ليه المورال، كنقول ليه حتى انا اتحمل المسؤوليه في رفض الفيزا ديالك، فماذا سنفعل؟ غادي نعاود ندفع ليه الفيزا لبلد اخر ونعاود نهيكلوا ليه الملف، ونقدر نجيب ليه ذاك الساعات اوردر دو ميسيون من ذاك البلد على انه يل فا ريبريزونتي لا سوسيتي اللي هو شريك فيها تما، كنجيب ليه واحد لانفيتاسيون من عند شركة كبيرة في إسبانيا ولا في البرتغال على أساس غيمشي أوردر دو ميسيون باش المرة الثانية ما ترفضش ليه الفيزا. كاين بزاف ديال الطرق، حنا الدوسي أصلا فاش كيتحط في القنصلية كنعرفوه عند من غيتحط، كنعرفوه شكون اللي غيتريتيه. علاش؟ لأن حنا في الميدان يوميا كندفعوا للناس طلبات تأشيرة، يوميا تندفعوا الدواسل للقنصلية، فلدينا دراية في الموضوع، لدينا خبرة في الموضوع في الميدان، لدينا دراية في الميدان، عندنا ناس في الميدان، كنعرفوا الناس في الميدان في العمق، فكنعرفوا الدوسي عند من غيتحط، وكنعرفوا المعايير اللي كيطلبوا، معايير من اجل اخذ الفيزا، فكنخدموا الدوسي بيان كوم يلفو، وتنعرفوا حتى القنصليات اللي في ذاك الوقيته اللي كيعطيو الفيزا بطريقه سهله وسهله جدا. هذا ما
يعكسش على انه الناس اللي عندهم الدوسي واجد بري حتى هما نقدروا ندفعوا لهم الا بغاو كي كنقولوا ما يتفضش لهم الدوسي ولا خايفين من رفض حتى هما يقدروا ندفعوا لهم الناس اللي عندهم الدوسي واجد اولا من مدن بعيده وبغاو يدفعوا لنا الدوسي ونوبوا عليهم حنا ندفعوا لهم الدوسي في القنصليه ما يقدروش يجيو حتى للدار البيضاء اولا بعد نقدروا نخدموا لهم لو دوسي ا ديستونس سي با دو بروبليم. فهذا من جانب اي واحد بغى كي كنقولوا يجي عندنا المكتب مرحبا به والف مرحبا. كاينين الناس كنخدموا لهم لو دوسي فابور شكون هما؟ ناس بحال المعاقين ولا ذو الاحتياجات الخاصه كنخدموا لهم الدوسي فابور منو يخلصوا غراتويت مو يكون عنده الفلوس فابور غادي نربحوا معاه حاجه وحده الدعاء يدعي معنا الدعاء الصالح يدعي معنا دعوه الخير هذا مكان. والايتام اللي هو يتيم الام ويتيم الاب وليس لديه سند يتيم الاب ويتيم الام وليس لديه سند شنو صافي كيسكو صافي ديال ليس لديه سند ما عندوش شي حد من العائله متكفل به. وكيفاش كنقولوا يتيم راه تنهضروا واحد باقي صغير عنده 23 عام 22 20 19 هادو كيتعتبروا ايتام ماشي واحد عنده 60 عام بحال واحد ناجي عندي واحد السيد عنده 60 عام جاي برون جوفا كيقول لي يتيم باش هذا كيطلع عليا يتيم راكم عرفتوا شنو هي معنى يتيم معنى يتيم وهي باقي صغير وليس لديه سند وباه ومو توفاو وما عندوش سند عائلي ما عندوش شي حد كيوقف معاه نخدموا ليه الدوسي فابور غراتويتمون. قلنا اليتيم نخدموا ليه الدوسي فابور واللي هما باغيين يمشيو يتعالجوا على برا نخدموا لهم الدوسي فابور غراتويتمون غادي يخلصونا بحاجه واحده الدعاء الصالح يدعيوا معنا دعوه الخير. بالنسبه لي سيرفي شحال كنحسبوهم 6000 درهم تهيئ الملف من اجل طلب الفيزا 6000 درهم اللي باغي يدفع الهجره لكندا كنخدموا ليه الدوسي ديالو ب 6000 درهم لا غير. ليس لدينا غريزه ربحيه لو كانت لدينا غريزه ربحيه لطلعنا الثمن 3 4 المليون حنا ليس لدينا غريزه ربحيه كيف كيديروا لي كابيني الاخرين كيف كيديروا المكاتب الاخرى كيحسبوا 3 4 المليون 5 المليون في هذا لو سيرفيس اي حنا كنحسبوا غير ب 6000 درهم علاش ليس لدينا غريزه ربحيه حنا لدينا غريزه من اجل مساعده الجميع باش نديروا يد في يد ونتعاونوا ونكونوا من حسن الى احسن باش الفائده تعم الجميع. كيف كاينه ناس عندها الفلوس وقادره تخلص كيف كاينه ناس ما قادراش تخلص وحنا هنا باش نعاونوا الجميع ولا الدوسي بقى فيه غير البركه كنقولوا الحمد لله ما كنبغيوش نطلعوا الاثمنه للفوق. كاين اللي كتجيه غريبه 6000 درهم اوي اللي جاتك غريبه نحسبوها لك 3 المليون ماشي مشكل مي حنا كنحسبوها بهذا الثمن هذا من اجل ليس لدينا غريزه ربحيه لدينا غريزه اننا نساعدوا الناس ونتعاونوا مع الناس ونديروا يدنا في يد الناس ونكونوا من حسن الى احسن ونطلبوا من الله عز وجل يسر الامور الجميع نتمنوا من الله عز وجل يسر الامور لكل من لديه النيه الصالحه ونتمنوا من الله يدير لي فيها الخير. اي واحد بغى يدير شي خطوه يدير الدعاء هو الاول انه سميع مجيب بالاستجابه جدير الواحد يدير الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى يسر ليه لا درتي الدعاء غيسر لك الله في الخطوه الاولى ولا عندك فيها الخير سواء الهجره ولا طلب عمل غيسر لك الله في الخطوه الثانيه. هذا مكان والله يخلص واحد على كل واحد على قد نيته الله يخلص كل واحد على قد نيته. هذا مكان شكرا راني هضرت على كل شيء اللي بغى يجي عندنا المكتب مرحبا به. وحاجه اخرى ابار تنطلبوا بعض المرات مساعدين ومساعدات في المكتب دي ستاجير اللي بغاو يخدموا معنا دي ستاجير اللي عنده ستاج فان ديتود اللي عنده ستاج عطيه له المدرسه ولا اللي قرا وساله وعنده السي في خاوي وبغى يستعن بستاج حنا كنطلبوا دي ستاجير يجيو يخدموا معنا يعاونونا في المكتب. لو ستاج الي ريمونيري مؤدى عنه كنخلصوا لي ستاجير بيان سور ويقدر هذاك لو ستاج يولي ستاج او يكون ستاج بخي امبوش ويولي من بعد شهر ولا شهرين لا كان توافق بيننا وبين ستاجير عجبتنا الخدمه ديالو وهو عجباتو الخدمه معنا كنا نديرو له ان كونترا سي دي كونترا دوري انديتيرميني نصموه يولي معنا موصم. فكنطلبوا دي ستاجير اي واحد بغى يدوز ان ستاج ما عليه الا يجي عندنا المكتب وندوز له المقابله شخصيا ومنتمناو الى الخير لبعضياتنا. هذا مكان الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله خليت لكم الراحه الله يعاونكم.